اكون قاعده كده وزهقانه وعايزه اطلع زهقي كده في اكله تكون حلوه جدا جدا، تفتكروا اعمل حاجه حادقه ولا اعمل حاجه حلوه؟ طبعا انا اول واحده بميل طبعا للحاجات الحلوه. النهارده هنعمل حاجه حلوه بجد اختراع، هتاخدي منها كده قطمه وهتروحي في حته تانية خالص. لايك وشير وكومنت حلو زيكم كده وندخل على الوصفه الجباره. النهارده هنعمل طبقه كده من الفاكهه الحلوه جدا جدا، اي نوع فواكه عندك هتحطها في قلب الوصفه دي ماشي، مع طبقه كده اهوت بقى من الكاستر، حاجه كده تدوب البق، دي ما بتنزلش في المعدة، دي بتنزل على القلب كده على طول. بصوا بقى مش قادرة اقول لكم على حر الصيف ده بقى دي ترطب على قلبكم ازاي، بجد سهلة وسريعة ومن غير اي افتكاسات كتيرة، والطعم مش قادرة اقول لك في طعمه في حتة تانية خالص. يلا ندخل على الفيديو، بس لأول مرة بتشوفوني كومنت حلو زيكم كده، لان بحب كومنتاتكم جدا، ربنا يا رب ما يحرمكوش مني ولا يحرمني منكم ابدا ابدا، اللهم امين. يلا ندخل على الوصفه السهله السريعه اللي بجد طعمها حلو قوي، طعمها زي شكلها كده. اول حاجه انا استخدمت قولي كوبايتين وربع من اللبن، يعني كوبايتين كبار، تمام كبار كده حلوين، وطبعا انت تقدري تزودي الكميه خلاص كده. انا حطيت كوبايتين كبار من اللبن الحليب العادي، وبعد كده هحط عليهم معلقتين كبار من الكاستر، وممكن تستبدليهم بنشا لو انت لو انت مش عندك كاستر، بس تزودي ساعتها بقى فانيليا كتير، تمام كده. وهحط السكر طبعا هنا نسبي خالص زي ما انت عايزه، انا عن نفسي هحط 4 معالق كبار كده مليانين، لان انا بحب الحاجات المسكره اللي هي شبهي طبعا ماشي. زي ما انتوا شايفين لو وصلتوا معايا لغايه هنا وما حطيتوش اللايك والله زعلانه جامد. زي ما انتوا شايفين نقلب كل حاجه على البارد كويس جدا جدا قبل ما نرفعها على النار، وبعد كده بعد خلاص نتاكد ان هي دابت خالص هنرفعها على النار كده اهوت، وبرده ايدك فيها كده على طول عشان الكاستر عامل زي النشا، لو ما قلبتوش على طول ممكن يكلكع منه. ما شاء الله الكاستر كده باين لون بقى اللون الحلو الاصفر اللي انا بعشقه دوت زي ما انتوا شايفين ماشي، ياخد غلوتين ثلاثه كده، وبعد كده هطفى عليه خالص وهحطه في الحاجه اللي انا اصلا هعمل فيها الحاجه، تمام. يعني انت هتحطي مثلا الوصفه دي في كاسات كده، هتفضي في كاسات على طول في صينيه زي ما انا عملت كده، انا جبت صينيه البايركس بتاعتي وقمت مفضيه الخليط فيها زي ما انتوا شايفين كده اهوت، تمام. وممكن تستبدليها بالصينيه اللي هي بتتقلب دي، اللي بيبقى فيها شكل من تحت بتبقى حلوه جدا جدا، تمام. يعني انت وراحتك وانت ومزاجك خالص، انا هسيبها بقى تستهدى معايا كده عبال ما تجيب الفاكهه. طبعا هتحطي اي نوع فاكهه عندك متوفره، تمام. انا حطيت شويه من العنب الاسود وشويه من الكنتالوب، وكان عندي الموز كمان كان مستوي شويه كده، بس انا حطيت واحد يعني، وحطيت تفاحه زي ما انت شايفه، ممكن تحطي فراوله بس ممكن تحطي اي قطع فاكهه متوفره عندك. انا هحاول اقطعها لمكعبات صغيره زي ما انت شايفين كده اهوت، ويستحسن جدا كمان ان انت تصغريها عن ما انا مصغراها كده، تمام. اخلص كل الطبق اللي معايا زي ما انت شايفين كده اهوت، في حاجه بجد حلوه جدا ترطب على قلبك كده في حر الصيف، وبعدين القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا وتفرح الولاد جدا جدا، هي شكلها اصلا حلو، شكلها حلو جدا جدا بصراحة. كمان لو حطيتي فيها فراولة بقى الالوان الحمراء كده مع الاصفر هيديكي شكل حلو جدا جدا، لوحة فنية كده. انا حطيت قصدت ان انا ما اقشرش التفاح وحطه بقشره كده عشان يدي الوان في قلب بعضها زي ما انتوا شايفين كده اهوت، تمام. نخلص كل التقطيع معايا بنفس ذات الطريقه زي ما انتوا شايفين، انا حتى قطعت الموزه لوحدها لان انا حسيت شكلها ايه مش عاطفي خالص. خلاص كده هجيب بقى الكاستر بتاعي زي ما انتوا شايفين، وابدا انزل الفاكهه كده اهوت، واحاول هو طبعا كان لسه سخن معايا، واحاول بقى ايه ان انا يعني اقلب بالراحه كده وادخل الفاكهه، انزل الفاكهه لتحت خالص كده. خلاص انا عايزه اغلفها خالص عشان الموز بتاعي ما يسودش، التفاح بتاعي ما يسودش، وعايزه اقول لكم ان طالع فاتح اكنك لسه مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده اهوت زي الفل. هدخلها التلاجة بقى لا تقل مثلا مده عن ساعتين ولا حاجه، وجيت طلعتها كده اهوت يا جماعه يا نهار ابيض انا مستنيها من ساعه ما عملتها، تمام. انت ممكن تاكليها دافيه كده فاهمه قصدي، بس طبعا لو الكلام ده لو في الشتاء، لكن احنا في الصيف عايزين الحاجه تكون بارده كده وطعمها حلو. هنطلع بقى كده اهوت ما شاء الله اللهم بارك، يا بصراحه كنت حساها عايزه طبقه اسمك شويه كده من الكستر، يعني كانت عايزه يبقى ايه متغرقه كستر اكتر من كده ماشي، بس ان شاء الله خيرها في غيرها يعني. بس بجد مش قادره اقول لك طعمها عامل ازاي، شايفين يا جماعه الميكس، شايفين اصلا الالوان، حاجه كده بجد حلوه جدا جدا، احلى من الفروت سلط، يعني ايه شبيهه قوي للفروت سلط، بس دي مديه طعم الكستر فيها كده حلو قوي، يعني طعم بجد زي كريم شانتيه مثلا، الكريمه اللباني، الطعم الحلو قوي ده اللي انت بتاكليه مثلا في المحلات بره ده وتقولي الله هو انا اكلت ايه النهارده. لا بجد حاجه كده انا عايزاكي تجربيها، لان انا عارفه ومتاكده ان انت هتنبهري بطعمها وبجماله وبحلاوته. عايزه اقول لك كمان لو عندك ضيوفه في كاسات كده صغيره، انا عارفه ومتاكده ان الوصفه هتعجبك جدا جدا. بس كده اتمنى من كل قلبي ان الوصفه تكون سهله وسريعه وتستفادوا مني ولو حتى بحرف واحد، واتمنى تجربوا الوصفه وتقولي ايه رايكم فيها. ما تنسوش يا اجمل خوات في الدنيا تجربوا الوصفه وتقولي لي ايه رايكم فيها، لان بجد هتبهركم زي ما ابهرتني كده، انا قعدت عليها خلصتها في ثانيه الا ثانيه.